هذا العام ان شاء الله زوجا ما كاينش طلب بزاف في السلعه، على حسب كاينه الاسعار مرتفعه جدا، على حسب بحال مثلا السلعه ديال العام الفايت ولا العام اللي قبل كانت السلعه طايحه تقريبا 70%، من هذا العام ان شاء الله طالعه شويه تقريبا 100%، بحال مثلا السلعه كل حاجه راه زايد منها شويه باذن الله تعالى، والحمد لله تنشكروا الله عز وجل على كل حال، وحنا راه مع السوق، راه كاين في السوق ومع السوق باذن الله تعالى. السلعه زاد بحال دابا مثلا التحميره كنا تنشدوها ب 33 32، دابا راه تنشدوها ب 42 43، كل حاجه تقريبا زايده منها 5 دراهم. بحال مثلا دابا اللوز هو اللي ناقص، اللوز كنا تنشدو حنا ب 1400 1420، دابا ولا تنشدو ب 1180 1200. والنسبة دابا كوكو تزادت فيه تقريبا 25%، دابا كوكو راه كنا تنشدو حنا ب 480 500، دابا ولا دابا تنشدو ب 600 ريال 30 درهم، دابا زايدة فيه دابا تقريبا زايدة فيه 120 ريال. هادشي ماشي في الصريح ديالنا وماشي في الصريح المواطنين، هادشي اللي كاين عند الأخ الكريم. وفي النسبة دي السلعة ديال تركيا هذيك ما ندويوش عليها، دابا كنا تنشدو الحمص ديال تركيا ب 640 ياك، كنا تنشدو ب 640، دابا ولينا تنشدو ب 55، دابا شحال غادي تبيعو؟ غاتبيعو ب 60 درهم، غادي فيه 5 درهم، كنا تنديو فيه 15 درهم حتى 20 درهم، دابا ولينا تنديو فيه غير 5 درهم، تدير شي على شي تنعلمو شي هادشي اللي كاين. ومع مقارنة مع العام اللي فات تقريبا كاينة الزيادة، كاينة الزيادة من طبيعة الحال. واش نقول لك الحوايج كاع اللي تزادين تقريبا، اش نقول لك تمر ما فيهش زياده بزاف. بالنسبه لهذا الشيء ديال تركيا كاين شويه الزياده تقريبا، كاين 10 دراهم زايده في الكيلو بالنسبه للعام اللي فات، مقارنه بالنسبه للعام اللي فات تقريبا زايده 10 دراهم تقريبا في الكيلو، كنا كنبيعوا ب 50 درهم للكيلو، دابا راه وصل القضيه حتى 60 درهم 55 درهم كل حاجه وثمنها. وعندهم السلعه مخلطه، ها انت كتشوف هذا الشيء اللي كاين هنا تقريبا راه هو السلعه ديال تركيا، عندهم الحمص هذاك الرطب راه معروف عند الناس، كان تقريبا الثمن ديالو كان كيتباع ب 50 درهم، دابا راه كان سقطوه ب 60 درهم 60 درهم للكيلو. وعندهم ذاك هذا ديال الفرماج، كوكو فرماج، كوكو حار، كوكو ذاك ديال الجبن، عندهم ذاك الفانيس حتى هو ذاك اللوان وذاك الشيء تقريبا الاثمنه كل شيء اي حاجه زايده فيها 10 دراهم في الكيلو 8 دراهم، هذا الشيء اللي كاين. واش نقول لك السبب؟ والله ما نكذب عليك، راك عارف دابا راه الزياده في كل شيء ماشي عندنا، اي حاجه زايده ماشي غاف الناس ديال برا، كل شيء تقريبا اي حاجه زايده راه حتى في ديال البلاد، حتى السلعه ديال البلاد راه زايده، ماشي هذه ديال تركيا ماشي هذه ديال برا، حتى ديال البلاد كاينين الحوايج اللي زايده فيهم شويه. واش نقول لك تقريبا راه كل شيء ناقص، بنادم دابا اللي كان كيتقدى 200 درهم دابا ولا كيتقدى 100 درهم 150 درهم، فهمتي؟ ما بقاش الاقبال كما كان في الاول، مثلا بنادم كيجي كيدي عندك 100 درهم دابا راه كيقتصد غيولي يديها 100 درهم، يولي يديها 15 150 درهم، فهمتي؟ بنادم كيراعي الجيب، وراك عارف دابا كل شيء غالي كل شيء، هذا الشيء اللي كاين. مبروك العواشر في هذه المناسبة تاع عاشوراء، مرحبا بكم، راه كاينين الأثمنة مناسبة، وخا القبول بالأثمنة طالعة شوية ماش صراحة، وكاينين عاوتاني الخروج، راه ناقص شوية هذا العام، كاين الخروج ما، وكاينين عاوتاني بالنسبة عاوتاني كلشي تزاد، باش بلا كلشي تزاد هذا العام هذا، والناس الله يحسن العوان راه إلا تكافوا مع الصاير ومع الماء والضو ومع المول، حيتاش هادو راه الكماليات، هادو راه ماشي الاساسيات، وبنان المشي الا تكافى مع الزيت والسكر والكرا ديالو وداك الشيء راه ولا تمين، راه كاين بنان مختمه ب 2000 درهم، واش غادي يجي ويدي لك اللوز ويدي لك الكرا، كاع الله يحسن العوان، هادشي غادي بالكماليات. وكنتمناو عشركم مبروكه، شكون اللي تزاد هذا العام؟ هذا تزاد كوكو بزاف، كوكو هذا العام كان بعناها ب 500 460، دابا راه 800 درهم اللي داد، اللوز كان ب 1100 1200 دابا راه 70 درهم، الكركاع 100 درهم. اي والله يحسن العوان. وبالنسبه لشي تاع تركيا تاع تركيا كان ب 900 800 دابا راه 60 درهم حتى هو. الديوانه هي اللي زادت هذا الخير، واش ما كتبوحش هذا الشيء راه كيجي من برا، كتجي ناس السلعه من تركيا، من الكركاع كيجي من تشيلي، اللوز كيجي من اسبانيا،
فهمتي؟ حنا عندنا اللوز بلدي، حتى اللوز بلدي هذا العام راه تزاد، اللوز بلدي بنا ب 1718 دابا راه وصل 2400 دابا اللي وصل اللوز. وكانت منها وكاينين ثمينه مناسبه، ماشي شي هادشي اللي تزاد، تزاد كركاع لوز كوكو. التمر، التمر هو اللي ما تزادش هذا العام، التمر بقى فيكس، ما تزاد فيه، ما تنقص الثمن تاعو اللي ديما مولفين، هو اللي الفاكهه هي اللي زادت شويه، الفاكهه تزادت شويه هذا العام، العطريه هي ما تزادتش كلشي. وبالنسبه تاع عاشوراء داكشي اللي مولفين راه ما بقاش هذا العام. البارح اللي كان شويه تاع اللقطات وداكشي، ايوا كنتمنوا، لا الناس ماشي مابقاوش كيتقداو دابا، راه كما قلت لك انا الله يحسن العوان، راه كانت كان اللي كان ليا مات رخيص، دابا هذاك اللي كانت كيدي كيلو دابا كيدي نص كيلو، ذاك اللي كيدي الربع، ذاك اللي كيدي نص كيلو، ذاك اللي كيدي دابا نص كيلو كيدي الربع، وذاك اللي كيدي الربع راه مابقاش كيدي والو، داكشي اللي كاين. او لا يحسن العوالين وليهم، حتى حنا راه مضرورين من ناحيه هاد الغلاء، راه الحاجه الا كانت رخيصه راه كتستافد فيها انت وحنا، ولا كانت غاليه راه حتى شي واحد دابا كان لوز ديك الساعات كان دابا مثلا في العيد الكبير كان البرقوق كنا كنبيعو ب 600 700 كنصورو فيه 10 دراهم 160، دابا راه 1500 وصورو فيه 3 دراهم، وشوف الديفيرونس اللي كاين. الحاجه راه الا تغلات راه ما خداماش للمواطن ولا حنا البيع او الشرايه. ايوا تنقول لكم بركة وشيكم وشكرا لكم اخوتي. او لا يضعف كما سوري لنا غير اللي الرواج غير نجلس تاوين كيلو نص كيلو جوج كانت ربعة نص كيلو خضرة شي راه يضعف دار المهم تو الزحام ولا الزحام مليون ساعة تزري سكرت سمو قلت الزحام ولا تا سمحت فيه ولكن غير عيطك ربي كل الحمد لله ولينا تبارك الله واه كان الرواج ما تنساليو كاع ما تنمشيو تطلوا الوحدات الليل جوج وعاود تجيني الصباح من الصباح حتى الليل دابا درك انت تشوف كلشي الصباح باين الحال كلشي باين خو داكشي الله اعلم القدره الشرائيه ضعيفه عند الناس مساكن الله يكون فيها كاين كاع اللي ما شحال من واحد ما جاش شحال من الكليان كاع القدام ما جا في شحال من واحد ما جاش فهمتي قلت لهم قلت لك هاد الشرائي الوقت اللي دايرها وما هذا هو هذا شي تيجي من فوق شبعان اللي قال هذاك العواشر ولا كذا شي اللي يكون لا تيساع تجيب السلعه كثير على تيساع دابا السلعه جبتها مازال ما بعتي منها تقريبا حتى الثلث مازال ما بعتي هذا هو والحمد لله ولله هذا الحرفه مستمره على حساب على طول العام الحمد لله لا تيكوت ولا تجيب على حساب الوقت تتبع الوقت تجيب داكشي اللي نبيع داكشي اللي بديت تبيع هذا هو المشكل هذا هو كلشي تيتمشى الحمد لله كلشي تيتباع الناس كلشي تيتباع لا اللوز الكركاع كلشي تيتباع حسنا